في فريقين، فريق مقتنع ان الاغاني والافلام بتعلم انجليش جامد جدا وان انت لو اعتمدت عليهم فده كفايه جدا بالنسبه لك وهتبقى برنس، والفريق التاني مقتنع ان الاغاني والافلام ما بتعلمش انجليش وان هي مجرد هري وحاجه ما تضيعش عليها وقت. يا ترى ايه الحقيقه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة 5 Minute Practice، معاكم خالد محي الدين، وفيديو جديد من سلسلة معلومة على الماشي. في الحقيقة هو دول نص كلامهم صح ودول نص كلامهم صح والباقي غلط. تعلم الانجليزي من الاغاني والافلام هو فيها عيب قاتل، الا وهو ايه؟ ان انت ما تقدرش تعتمد عليهم ان انت تتعلم بشكل محترف او بشكل اكاديميك او بشكل تقدر تستخدمه في البيزنس حتى، لان هم بيستخدموا انجليزي عام بلغة عامة، لغة العامية بتاعة الشعب، ما بتقدرش تلاقي تطلع منها بجرامر صحيح جدا وممكن تلاقي حاجات غريبة فيه، فهو مش حاجة تعتمد عليها. وده انا وضحته في الفيديو بتاع علاء الدين لما اتكلمت ان ويل سميث كان بيتكلم بجرامر غلط اول ما ظهر في الفيلم، لو ما شفتوش تقدر تشوفه من الاي اللي فوق دي. ولكن على الصعيد الاخر هي طريقة لو قدرت توظفها صح هتساعدك جدا. يعني مثلا انا ما انصحش حد مبتدئ ان هو يتعلم انجليش من الافلام الاجنبي اطلاقا، اتعلم من الافلام الانيميشن. الافلام الانيميشن افلام اللغة فيها بتبقى سهلة وبتبقى يعني واضحة، ما فيهاش اي تحريف او اي الغاز، ومش بتبقى لغة عامية، بتبقى انجليش مظبوطة والجرامر فيه بيكون مظبوط، فتقدر تستفيد منها كويس. وبرضو انا كنت وضحت طريقة قبل كده ممتعة جدا ممكن تشوفها من الاي اللي فوق دي برضو، انك تقدر تتعلم انجليش من الافلام الانيميشن بحاجة زي التيك توك كده. اما الاغاني فطبعا لازم لما تبدأ اغاني ابدا برضو بحاجه زي اغاني الافلام بتاعت الكرتون، اغاني الاطفال ممكن تبدا بيها. اذا الخلاصه انك فعلا الاغاني والافلام مش مصدر كويس ان انت تتعلم منهم انجليش اكاديمي او انجليش تستخدمه في البيزنس او حاجه تتعلم منها جرامر، ولكن لو استخدمتها او عرفت تنقي الحاجات الكويسه اللي فيها هتقدر تتعلم انجليش صح، وهتقدر تبراكتس بيها بشكل يومي لو انت مش لاقي اي طريقة تانية تمارس بيها الانجليش. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب لو انت لسه بتتفرج وانت مش عامل سبسكرايب، وشير علشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.